موضوع تأهل منتخب لبنان لبطولة العالم بتركيا، نحن خسرنا فرصتنا نتأهل بتصفيات بطولة آسيا وطلعنا رابعين، خسرنا قدام الأردن. هلا عندنا تشانس نقدر نتأهل على البطولة بدعوة من الاتحاد الدولي وايلد كارد. هي في 4 بطاقات بتتوزع للدول يلي في هي شروط محددة للدولة يلي بحق لها تروح. احدى الشروط انه يكون هاي اللعبه بهاي الدوله منتشره، ونحن هذا الشرط متوفر. يكون الفريق حقق نتائج جيده بالتصفيات وهذا الشرط متوفر، ويكون الدوله اللي مستضيفه كاس العالم اللي هي تركيا توافق انه يحصل البلد اللي بده يحصل على وايلد كارد توافق عليه تركيا، وان شاء الله هذا الامر يكون كمان متوفر ونقدر نحصل على الوايلد كارد، لانه منتخب لبنان بيستاهل يتاهل لكاس العالم، وهيدي اللعبه ما غابت عن كاس العالم من سنتين، وان شاء الله هالسنه كمان ما بتغيب بال 2010.